هنبدأ أخبارنا النهاردة من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية تحت عنوان ميثاق التمويل العالمي الجديد. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في كلمته إن رؤيتنا للنمو بترتكز على فرص العمل وسبل العيش الكريم، وأكد إن برنامج نوفي للغذاء والطاقة لاقى زخما دوليا كبيرا. أضاف أيضا إن التمويل هو العامل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. أضاف أيضا خلال كلمته بمؤتمر القمة المالية من أجل ميثاق عالمي جديد إن النظام المالي العالمي شهد تطورات كبيرة، وقال إن أزمتنا أو أزمتا كورونا وأوكرانيا أثرتا سلبا على عدة مسارات، لكن مصر عدت خطة لإدارة الديون بشأن التنمية المستدامة، وأعدت أيضا خطوات جادة لمكافحة أثار التغيرات المناخية، وتحركنا في قضية المناخ في وقت مبكر. مش بس كده، قال كمان إن التمويل بيوفر في حالة توفر التمويل بيعتبر عنصر أساسي لمواجهة أثار التغير المناخي، وبنعمل على ترجمة طموحاتنا لواقع ملموس من أجل تحقيق النمو الأخضر. خلونا نروح نستمع إلى جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا السيدة وزيرة الخارجية، واسمحي لي في البداية أن أنا أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس ماكرون وللسيدة رئيسة الوزراء بربادوسا ميا مطلي على حديثها الرائع والملهم اللي تحدثت بيه وكل من تحدثوا في الجلسة الافتتاحية. واسمحي لي أنا هخلي المداخلة شقين. الشق الأولاني هو شق عبارة عن تسجيل لوجهة نظر مصر في الموضوع كله، ثم أتحدث عن الجهد والموضوع الإجراءات وما تحقق على المستوى الوطني. مهم قوي ان انا اشكر فخامه الرئيس ماكرون على انه استضافه هذا المؤتمر المهم في وسط هذه الازمه او الازمات المتعاقبه التي مرت العالم تقريبا على مدار اكثر من 3 سنوات. والحقيقه هي القت بظلالها الكبيره جدا على العالم وعلى يمكن بشكل اكثر وعبء اكبر على الدول الناميه والذات اقتصاديات يعني هشه، ويمكن تهدد المكتسبات التي تم تنفيذها بواسطه هذه الدول خلال الفتره اللي فاتت. الحقيقه هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الاطراف ليصبح اكثر استجابه لاحتياجات الدول الناميه واكثر قدره ايضا على الصمود امام الازمات بما يمكننا من مواجهه تحديات تغير المناخ التي لم تكن طبعا لم نكن المتسبب الرئيسي فيها، ولكن نحن الاكثر تضررا منها. في مثل هذه الظروف استضافت مصر طبعا القمه العالميه للمناخ شرم الشيخ اللي هي COP27 في نوفمبر الماضي، وكانت مستهدفه ترجمه الطموح والتعهدات كالعاده. واسمحوا لي انا مش هخرج كتير عن النص، ولكن عايز اقول دائما نقول حجم المشكله والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل. غير كده لن يتم ابدا التحرك في تقديرنا لحل اي مشكله احنا بنطرحها سواء كان على المستوى الوطني او على المستوى الدولي. هنا كان الهدف هو ترجمه الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما داعم التحول العادل من أجل تحقيق النمو الأخضر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة. في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة. وبالتالي فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفزا لها. وأنا في التجربة الوطنية اسمحوا لي هأشير على مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي نفس الوقت يحقق التنمية المستدامة.